أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بتداولات بلغت قيمته الإجمالية 1,279,000,000,000. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 0.1% ليغلق عند مستوى 12,137 نقطة، فيما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 0.61% ليغلق عند مستوى 2,297 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3,363 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 20% ليغلق عند 21.90 جنيها. يليه سهم شركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 8.58 جنيها ليغلق عند 1.43 جنيه. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 8.14 جنيها ليغلق عند 0.41 جنيه مصري. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة العبور للاستثمار العقاري بنسبة 19.99 جنيها ليغلق عند 11 جنيه فقط. ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله فراج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله. البورصة المصرية حققت اليوم بالفعل مكاسب جماعية طفيفة ختام التعاملات، ما تحليل سيادتك لجلسة اليوم وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ أهلا وسهلا بحضرتكم وكل متابعينا على قناة أزهري. خلينا نقول أن السوق المصري بشكل عام هو في اتجاه صاعد. شفنا اختراق في جلسة الأمس للمقاومة المهمة جدا ل 12072 أو 12070. إيه المقاومة 12070؟ الأعلى نقطة وصلها المؤشر الرئيسي EGX30 خلال العام الحالي. خلينا كمان نقول ان الاغلاق اليومي اعلاها علامه ايجابيه ان احنا ممكن نشوف استمرار في الصعود لمنطقه المقاومه 12750 حتى 12900، ده بالنسبه للمدى القصير. لكن خلينا نتكلم على حاجه مهمه جدا، ان التعويم بعد مرحله التعويم الجنيه قدام الدولار، وبدا الجنيه يستقر عند المنطقه حوالين ال 24 جنيه و45 قرش، بدأ الاستقرار في المنطقة دي، بدأت التدفقات النقدية الخارجية تبدأ تدخل، لأن كل الأجانب زي ما كنا بنتكلم قبل كده، الأجانب عموما كل همهم إن هم لما يدخلوا في منطقة أو في سوق بيبصوا على سعر الصرف الدولار قدام العملة المحلية، علشان صحيح. لو عمل أرباح هو وخارج ما يفقدش جزء من أرباحه في فرق العملة. فاستقرار العملة قدام الدولار بشكل عام بغض النظر عن الاستقرار ده كان فين، كان ب 30 كان ب 20 كان ب 15، اهم حاجه الاستقرار في منطقه معينه. استاذ عبد الله، على الشاشه الان شارت EGX30 اليوم، ما تعليق حضرتك على هذا؟ تمام يا فندم، زي ما احنا شايفين احنا عندنا شايفين اختراق لمناطق مقاومات مهمة جدا في EGX30، شايفين EGX30 مستمر في الصعود، الإغلاق اليومي أعلى للمقاومة 12070، زي ما احنا ما بنقول دي علامة إيجابية تودينا للمقاومة 12750، دي أول منطقة ممكن تقابلنا كمنطقة مقاومة. كمان خلينا نقول ان احنا الاغلاق الاسبوعي معناها رسم على المدى المتوسط، ممكن نشوف مزيد من الارتفاعات. اكمل كمان واقول ان ارتفاع والاغلاق الشهري اعلى منطقه ال 12070 في EGX30، ممكن نشوف في ارتفاع في EGX30 يودينا لمناطق ممكن توصل بينا للقمه التاريخيه اللي عملناها. عندنا مقاومه على المدى الطويل في حاله الاغلاق الشهري اعلى منطقه ال 12070، اللي عندنا اول مقاومه 17250 بنسبه صعود 42.5%. صحيح.
خلينا كمان نقول ان في مقاومه ثانيه ممكن نوصل لها عند ال 19750، ودي تعتبر لو وصلنا لها بالفعل قمه تاريخيه جديده بنسبه صعود تقريبا 63%. ماذا إذن عن المؤشر السبعيني يا استاذ عبد الله؟ المؤشر السبعيني احنا بالنسبه لنا يعتبر في مرحله عرضيه، لكنه بيخترق منطقه مقاومه مهمه جدا اللي هي ال 2281. المقاومه 2281 لو بصينا عليها هنلاقيها ان هي اشتغلت بشكل فعال كمقاومه مع الاي جي اكس 70 على فتره زمنيه خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا. كنا كل ما بنوصل للمنطقه دي بتقابلنا قوه بيعيه تخلينا ننزل مره ثانيه للدعم 2204. الحقيقه اختراق المقاومه دي وده اللي اكدناه النهارده بالصعود اللي شفناه في الاي جي اكس 70، بنقول ان هو ممكن يمتد صعودا كمان متوقعين ويخترق منطقه المقاومه 2312، ودي القمه القديمه اللي عملناها ممتده لحد 2330. مش كده وبس، متوقعين ان اول مقاومه بالفعل ممكن يوصل لها عند ال 2371، وعندنا كمان ال 2446. كل دي علامات ايجابيه مستمره على السوق المصري بشكل عام. خلينا نقول ان في الفتره الحاليه الاي جي اكس 30 والاسهم القياديه بتتعرض لعمليات جني ارباح على المدى القصير، وده امر منطقي، لكن الاسهم الصغيره والمتوسطه شايفينها بدات تجذب المستثمرين على المدى القصير والمضاربين، شايفين ان الاسعار ما زالت قبل تعتبر اقل من قبل التعويم او صحيح. بعد التعويم جابت ارقام اقل من كده، فبالتالي اصبحت عن المستثمرين عندهم شهيه للاسهم الصغيره والمتوسطه في الفتره الحاليه، وده اللي خلانا نشوف صعود لاسهم كتير. الحقيقه كان بقى لها فتره ما اتحركتش في الاي جي اكس 70، بدات تتحرك النهارده ولسه قدامها كتير ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للدعوم في حاله اي هبوط، المقاومه بتاعتنا المخترقه اليوم او مؤكد او تم تاكيد اختراقها اليوم 2281، دي بتتحول معانا من مقاومه بتبقى بالنسبه لنا دعم. طبعا في حاله اي هبوط يبقى عندنا الدعم 2281 كمنطقه ممكن نبني عليها مراكز شرائيه جديده للمقاومات اللي احنا بنتكلم عليها 2312 و2371. استاذ عبد الله، هل يمكن ان نقول الان ان السوق المصري سوق جاذب للمستثمرين؟ صحيح يا فندم، ده باكد على كلام حضرتك، هو بالفعل سوق جاذب للمستثمرين. خلينا نقول السبب ان بعد تعويم الجنيه اصبح السوق المصري رخيص جدا جدا بالنسبه للاجانب. الاجنبي اللي كان هيشتري نقول مثلا شركه بمليون دولار على سبيل المثال، اصبح النهارده بيقدر يشتريها هي نفس الشركه وبنفس السعر، يمكن سعر اعلى بالمصري، وبالنسبه له هو عشان خاطر هو بيتعامل بالدولار بيشتريها بسعر ارخص، يقدر يشتريها مثلا ب 750 الف دولار او ب 500 الف دولار بدل ما كان هيشتريها بمليون دولار او 100 مليون دولار. ده الفكره العامه، يعني بنوضح امثله مش حقيقيه لكن بنوضح الفكره ان السوق المصري بالفعل بقى رخيص جدا بالنسبه للاجانب. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا عندنا اسهم في السوق المصري سعرها بالدولار 2 سنت و3 سنت، انت حضرتك متخيله قد ايه رخيصه السوق المصري؟ طبعا في اسهم رخيصه جدا بالنسبه او مغريه جدا بالنسبه للاجانب في الفتره الحاليه، ومتوقعين ان يحصل هجوم او من القوى الشرائيه على السوق المصري خلال الفتره اللي جايه، بغض النظر حتى لو شفنا بعض التصحيحات على المدى القصير من مضاربين بيجنوا ارباح، ودي طبيعه المضارب ان هو ما بيقعدش كتير في السوق، بيفضل بيتداول ذهابا وايابا خلال فتره قصيره، لكن في النهايه بالنسبه للمستثمر طبعا السوق المصري فيه فرص كتيره جدا ممكن نشوف فيها ارباح ممكن تتعدى كمان او تكون افضل الفتره اللي جايه من اداء بعض الاسواق الشقيقه في المنطقه العربيه.